قتل 11 عنصرا من الحرس الثوري وقوات الباسيج في اشتباكات بمنطقة ميروان الحدودية مع كردستان العراق غرب إيران. وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن اشتباكات وقعت في المنطقة الحدودية مع عناصر وصفتها بجماعات تحاول التسلل إلى داخل البلاد. وبينما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، أكد مدير الشؤون الأمنية في محافظة كردستان أن المهاجمين ينتمون إلى حزب الحياة الحرة لكردستان المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني التركي.